تكرمت عشيرة أبو ميزر بإعطاء عطوة اعتراف على خلفية مقتل ابنهم الشاب أسامة محمد عزام طعنا على يد أحد الأشخاص في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان، بعدما توجهت جهة على رأسها الشيخ فايز الظهراوي. إخواني أبناء عشائر الخليل، تشرفت هذه الجهة الكريمة إلى مضاربكم العامرة، وإن شاء الله هذه المضارب بتظل عامرة بأهلها وبرجالها، وجايينكم إثر الحادث الأليم، حادث الاعتداء الذي تم على رحمة المرحوم أسامة العسام من أبناء عشائر الخليل. وجايينكم أول إشي أنا بنقول لكم رسالة من كل عشائر سلوان، مستنكرين لهذه الجريمة البشعة. وأبوه قال أنا لا بدي أوقف له محامي ولا عمري بصير، وأنا بطالب بإعدام. بدك أوقع لك على مطالب بإعدام والله يغضب علي، هذا كلام والده لما أجى عندي على البيت. فإحنا يا شيخ عبد الكريم، هذه الجهة تشرفت إلى مضربكم العامل، وجايين نطلب منكم عطوة اعتراف بالقتل. أي شروط بتحطوها علينا حملين ومكفلين عقال أبو زيد اللي بدكم إياه، حياكم الله، شروطكم كلها على رأسنا من فوق. أي شرط بدكم إياه إحنا من نفذه حسب العرف والعادة في مملكتنا الحبيبة. وترأس جهة الشيخ عبد الكريم الحويان بمشاركة عدد كبير من شيوخ ووجهاء العشائر من مختلف محافظات ومناطق المملكة، الذي توجهوا إلى ديوان خليل الرحمن أبو ميزر في عمان. أول شيء يا أخوان اسمحوا لنا نقف لنقرأ الفاتحة على شهداء الأردن وفلسطين وعلى الشهيد أسامة اللي توفى ضحية واحد جبان وغدار، جبان وغدار، ما هي رجولة هاي. الله يرحمه. هذا البلد كلها واحد من الأردن لفلسطين. احنا كنا شعب واحد بالبلد هذا، كنا متكاتفين يد واحدة خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. بالعالم كله ما لقيته الكرامات اللي بيننا هاي والاحترامات اللي بيننا اللي قاعدين نقدمها لبعض، هذه موجودة بكل العالم. ان نشد عيدين بعضنا ونحارب تجار المخدرات من بيننا. المخدرات ذبحت عيالنا يا جماعة الخير، يوميا جرائم القتل يا اخوان، يوميا المصاب بكل بيوت الأردن. والفيديو اللي شفناه كل الأردن تستنكره، والجريمة النكراء الجبان اللي نقدم عليها كلنا نستنكره، وكل اللي واقفين يطالبوا بالإعدام. باش يطالبوا بالإعدام هذا المجرم، كلنا نطالب بإعدام وإمام جامع حسين عشان ما يكذب غيره على هذا الجريمة. شاب ملتزم ما شاء الله عليه ينذبح بدم بارد على يد واحد جبان ما يسوى قرش، ليش حاطينه بيننا ما دام عليه قيود؟ يحكي مع الدولة، الدولة تضبه وتضب الأزعم منه بعد. انتوا رسل سلام وما عليكم اي اشي، لكن احنا نعطيكم عطوة عشائرية، الجلوة على دفتر العيلة من اللواء. هذا واحد. اثنين، استنكار على هذا المجرم من اهله، يوقعوا ورقة لمحكمة الجنايات وبالصحف الرسمية استنكار هذا الجريمة البشعاء وعما داخل حي نزال كلها، انه هذا المجرم يتبرين منه ويطالبوا من الدولة بإعدامه. وهذا منا كفيل للعطوة العشائرية. الله حيك. كفيل على شروط العطوة. نعم. واشترط سك العطوة على إعطاء عطوة عشائرية باعتراف لحين صدور قرار الحكم، شرط عدم توكيل محامي من قبل أهل وذوي القاتل، والجلوة العشائرية بحسب ما تنص عليه القوانين الأردنية، والمطالبة بإعدام القاتل واستنكار الجريمة من قبل أهل القاتل. بأي ذنب قتلت يا أسامة؟ بأي ذنب؟ مخدرات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيما يتعلق بموضوع المحامي، بنحط شرط إنه عدم السماح لذوي القاتل بتوكيل محامي، ولكن المحكمة لا، يعني لن يكون هنالك محاكمات إلا بتوكيل محامي يكون معين من المحكمة وليس من أهل القاتل. وقد عين كفيلا للوفاء الشيخ عبد الرحمن الحنيطي. عشائر الحنيطيين دفوا قبلاكم قابلين الوجه فتر. ها توكل على الله، على الله توكل على الله، عظم الله اجركم
وشكرا لكم على حسن الاستقبال وجزاكم الله خير، ونشكر الشيخ عبد الكريم الحميان على هذا الموقف. وجهك ابيض اذا الشروط تنفذت. الشروط تنفذت، لكن انا كمين دفاع، كمين دفاع لمن حيث ولا لا يقرب ولا العرب. العرب عندي وجهه لا يقربون لا اليمين ولا اليسار. والد المخدور ناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بتنفيذ الإعدام، وأنه على ثقة تامة بالقضاء لأخذ جزائه حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر. أنا أناشد وأطالب جلالة الملك عبد الله تاج راسنا بأخذ القصاص من الولد بأسرع وقت ممكن من خلف راسه طعنه وهو مربط الكابل زبون. أسامة مسكين ملتي مع الزبون وطعنه أطعله وريد رقبته من الخلف قتل ابني زي ما يقتل خروف لعنة الله عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإحنا مش راحين ننسى دم بناته لما انذبح أمامهن وهن يتفرجن عليه، مش راحين ننسى هذا الموقف. راح يضل يدين برقبتي طول العمر بإذن الله، راح خير ناخذ حقه وزيادة. والقانون بيننا، القانون المدني بيننا، والقانون العشائري بيننا.